السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماهر عرب. اليوم حنلعب لعبة ريس كليكر. طبعا هي اللعبة هي سباقات، وطبعا اليوم معنا نور الدين كلاوي. هلا متابعين ماهر. وهي اللعبة اللي حنلعبها، طبعا هي اللعبة اللي ما بيفهم شلون هي، بدك انت تروح تمشي وتحاول تحت، شايفين بتحاول تفوت انت وتجمع وينز، ومن هذول وينز فيك تشتري بيتات وهذول قصاص. وطبعا لسه معانا اللي هو اخي، وطبعا نور الدين هو ابن خالي. فنحن هلا يلا حنلعب هاي اللعبه. طبعا مثل ما فهمتوا يا متابعين الشرح، حكيت لكم ماهر حيشرح كل شيء، بس طبعا ما حكيت لكم انه ماهر اليوم كانت يعني هيك مفاجاه صغيره. طبعا يعني مفاجاه يا متابعين نور. ها يلا كمل، لازم نحاول نجيب. طبعا انا عندي اول فين. انا قدامك طبعا. لا انت مبلا، انت قدامي. طبعا هذيك البنت هي اخته لنور الدين، واللي ما بيعرفها طبعا هي كانت تصور معي. فيلا نكمل. طبعا هي وصلت على الالف. انا قدام، انت مو قدامي. وكثير انا فكرت انه نور قدامي، طلع هذا عامر قدامي. دعم عصابك. يلا كمل. كأنه انت قدامي ولا وراك؟ لا نحن وراك. نور انت عن الاخضر، انا ناحك. انت كم سرعتك؟ نعت انا قدامكم. سرعتك؟ انا سرعتي 64. انا اقل واحد لانه انا ما كبست. انا 72. طبعا بيجي شوي وقت فينا نكبس فيه، فهذا الوقت فينا نربح فيه انرجي. طبعا اذا طبعا يلا نكمل. وقفت شوي دقيقة، ما نسيت من هذا الطرف ولا من هذا. مين هذا اللي قدامي؟ عامر مو؟ اي عامر. مثل ما اقول شايفين. يلا طبعا خلص الجيم. خلص الجيم ونحن عنا واحد وين. انا عندي اثنين. فهلا نكبس باقصى سرعة عنا عشان نحسن يا متابعيني. فهلا نحن بدنا نكبس كثير عشان يصابوهم كلهم. طبعا ما حكينا لكم، طبعا على جانب انتم لاقين شيء اسمه لمتابعينا هو هيك سكور، المبلغ الكبير اللي عندكم اياه. تسالوني تشتركوا بالقناه. صح يا جماعه، تدريب سريع كثير. طبعا يا جماعه هن بيرجعولنا كل طاقتنا في فهمتوا القصه، فمشان هيك يعني هلا نحن قليل، والهيك سكور هو نحن اكثر رقم جمعناه، ففيكم انتم تشوفوا تحت على جنب. طبعا يلا انا صرت الاولي. انا عندي 102. انا صرت الاولي 112. بس طبعا ساعدتوني شوي بالهاي السرعه. انا اضعف واحد معي 66. يلا نلقى ماهر قدامنا. احسننا نجيب الاولين، المركز الاولي. صرنا بالصداره يا جماعه وسابقناهم كلهم. طيب يا شباب ليه ما تستنوا؟ هاي لانكم ما حطيتوا لايك ولا اشتركتوا بالقناه. وهي لانكم حطيتوا لايك واشتركتوا نحن صرنا اولين. هيك يا متابعين بتخلوا ماهر يفوز علي. خليكم عم تحطوا لايك يا جماعه، خلينا نسابق نور. لا حطوا لي انا، خلوني سابقه. هلا نشوف الجيم الثاني ان شاء الله. ان شاء الله صير اسرع منك. هاي يا شباب طبعا نور الدين هو يوتيوبر، فمشان هيك اذا انتم مالكم فهمان شيء هو يوتيوبر طبعا، وانا كمان. انا هلا صرت، انا جبت هلا ثاني. هي انتم هلا ايا؟ انا بالاحمر. انت قريب عني. انا وراك. طبعا نور وراي، ما بدي اشوفه هلا بسابقني. ليكو شايفين هذاك الاسود؟ ان انا كثير بعيد. انا شايفه كثير صغير. شايفين هذا؟ انا جايب 30. هذاك الشيء الصغير كثير هو نور الدين، لانه باخر الدنيا عني. وطبعا اختار نور بعدت كثير، وصلت باخر الدنيا 10000 فين. انا صرتني بالفين الاول. بس عم انت هلا معك 2 فين. لا وجنيت تايا. طبعا نور معاه اكثر منا فين واحد. انا معي 4. ايه لانه هو قبل شوي كان هو احسن منه،
فانا كتير قريب شايفينه، مو كتير قريب يعني. كم وين بالله ما نموت بنحكي؟ انا معي ثلاثة. انا اربعة. انا هو عامر اثنين. يا متابعين يا مان الا تضغطوا لايك مشان نصير اسرع من يا متابعين. قلك ليه؟ انا كبست البيت فما قدرت، كبست البيت بدون ما اعرف فما قدرت اني هاي. نعم متابعين مان اني كبس كتير بسرعة. طبعا احنا عم نجمع هاي البيضة عشان نحسن نجمع هاي البيضة ان شاء الله نربح اخر واحدة اللي مدري شي لقين مدري الله اعلم. ان شاء الله نرجع اكبس ذاك البيت اللي خلاني كبس فيه. معنا كتير عم نكبس. معنا كتير معنا. صار معنا قريب الميتين. ميتين وخمسين نحن معنا. يلا يلا ليك نحن طلنا يا جماعة. يلا يا متابعين. اوف في حنا طار اللي هي اختار النور. ليكو 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 سرعتنا ليكو. اوف اساطير نحن منكم يا متابعين انكم ضغطتوا لايك. ايه. ابطال. كفو عليكم. احسوني شو المشكلة. انا ما على الاقل يعني انه عم بيصور مقاطع. اما انا ما راح عم يضغط لي لايك. فضغط زر اللايك يا متابعين النور حتى انا كمان يصير عندي قوة. وطبعا يا جماعة اذا بدكم تعرفوا شو اسم رابط قناة عامر هو عامر عرب. دعموا لي يا عامر. اسم قناته حرف آ كبير وعامر يعني وآ كبير عرب. طبعا نحن ما بدنا نقرب على الحيط انه اذا قربنا على الحيط بتنقص ايه بتنقص سرعتنا. شوف شلون مو انت فجونا متابعينك يعني. ها شوفوا شوفوا كيف عجب فوق هذا على اللي طبعا وقت انا صير صاروخي وقت نحن نصير صاروخي مستحيل نحسن نسيطر. جربت مره وقت صرت صاروخي اعطوت هيك 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 ما بحسن ابدا نسيطر على السرعه لانه نحن بنكون طايرين طيران. وانا كمان جربت مره اني طير كنت وصل صاروخ على الخمسه. طبعا لازم نحاول نجيب الخامسه نحن هلا هلا بالسته يا متابعين. طبعا يا جماعة اللي صار انه صار شي ضرر عندي فاضطرينا انه نرجع وما عملت شي فقط اني كبست واشتريت بيت. فاي الله رستونا. اصلا اول شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم انا ما طالع لي حلقة جاية. فطبعا يا جماعة يوم نكمل. يا الله طبعا يا جماعه يلا نكمل. بس للاسف هلا رست لي وصار يعطيني واحد واحد مش كان يعطيني اثنين اثنين. هلا ما طلع اشترى بيضه وانا اكيد ما وي اشتري بيضه. بس مو هلا طبعا يا جماعه نحن طرنا. طبعا يلا نكمل. للاسف للاسف قبل شوي انا كان شو اسمه مجمع لا انا قبل شوي طبعا كنت مجمع 492 فهلا للاسف نقصنا لانه صرنا نعطيهم واحد واحد. طبعا الشيء اللي بيساعدني اني اسرع هو انك تضغط لايك وتشترك بالقناة. صح حتى اني يا جماعة اللي لا تقلي رجعت لورا. يا انو عم يرجع لورا شكله. لا هلا كملت لدى. فنحن يلا نكمل. سامع على عشرة بنت ولا صافي نشتري بيضتين. وانتو ساعدتوني شكرا يا متابعين قويين. طبعا بدون قصد وقفت لما فلتت ايدي. فلا يلا نكمل. هلا نشتري بيضات ونصير اقوى منه. طبعا يا جماعة مش رح نعمله انه اكتبوا لنا بالكومنتات اذا بدكم يلا بكرة نصور اما وقاس. ايه اكتبوا لنا. بس طبعا يا متابعيني واذا هذا المقطع وصل اكتر من 5 لايكات حنصور اما وقاس. ايه طبعا يا متابعيني اذا هذا الشيء لازم تعرفوه اذا بدنا نكمل هيك نصور مع بعض انا وماهر وعامر. ايه صح اذا بدكم يانا نكمل لازم المقطع يوصل 10 لايكات إيه. لحتى نرجع نصور سوا او يعني 5 متابعين قويين. ايه متابعين قويين نحتاج 10. ايه
ولو ما وصل حسامحكم لأنه أنتوا أساطير بس هي المرة، لأنه أنتوا عن جد أساطير، وإذا بدكم أكثر من مرة بس أنتوا لأنه عن جد أساطير، وما بنتحمل بدونكم من دعمكم. وانتوا أساطير فالأحسن أنكم تضغطوا لايك عشان نعرف أنه عم يوصلنا دعم وأنتوا حابين مقاطعنا ونربحنا ليه. فلو ما ضغطتوا لايك ممكن نحن نفكر أنه أنتوا ما بدكم لا تشتركوا ما حابين انه وقف لي هي. في واحد عندي ما ضغط لا لايك ولا اشتراك، ربحت بيضه ضعيفه. يا شباب اضغطوا لايك خلوه يربح بيضات الايه. انا كل اللي كان عم يتخبر ربحت رير. ابطال متابعين طبعا لازم يضغطوا كلهم لايك، اذا ضغطوا لايك فينا نوصل اكثر ونتابع المقاطع سوا، لانه طبعا هو ساكن بغير بلد بعيده شوي فنحن بصير صعب انه كثير نلعب مع بعض. فهذا اول فيديو معانا، فممكن ما عدنا نحسن ابدا نصور غير يمكن 3 مقاطع سوا وبعدين ما عدنا نحسن ابدا، فمشان هيك انا عم اقول لكم دعمونا منيح. طبعا هذا انا احسن سكور تبعي 589 سرعتي وانت 522 او معناته انا اسرع منه بشوي. انا 150 شكله في ناس الساعه ما انت لازم تشتري بالتاتش يا عامر شان كم معك انت وينز؟ عامل معاه 5 وينز. انا طبعا ضغطت رجلي هي فتحت كل هذا البول عشان انتم تشوفوا. طبعا عامر معاه بس للاسف 5 وينز هاي حتى انا فتحت ومعاه 6 طلع. هلا ربح 6 يعني فتحت لكم اياها. اذا انتم ما لكم عارفين وين تشوفوا الوينز او السرعه تبعي فتروحوا تشوفوا هنيك. طبعا يا جماعه لازم تكتبوا بالكومنتات يا عامر اشتري بيتات عشان تقوى. ايه انا بس تفجر ام الكومنتات يا عامر اشتري بالتات مشان تصير اقوى. واكتبوا كمان مشان اعملوا شير للمقطع وكل شيء، واكتبوا كمان بالكومنتات لما واحد مثلا اذا مشان اجى يتابع المقطع من قرايبكم يشوف هذا الشيء اكتبوا اضغطوا لايك يا ناس مشان الكل يشوف هذا الشيء ويضغط لايك. ولا تنسوا شيء اهم شيء تضغطوا زر لايك وتشتركوا بالقناة. طبعا مثل ما انتم شايفين البيضات كمان عم يربحوني 2 وينز بمرة. اذا وات هتخربط الطريق تبعي ما بتعرف وين تروح. لا عن جد تخربط. طيب لا اي عرفت الطريق عرفت الطريق. فانس 20 ثانية. طبعا يا جماعة يلا رجعنا لكم. انتهى الجيم بعد 20 ثانية. يلا فيني اشتري بيضة. يلا انا فيني اشتري بيضة تانية. يا رب يطلعنا ري يا رب يا رب يا رب يا رب. واحنا كومون للأسف ما بنحتاجها ابدا للكومون، لان انا ما اصلا عندي ان كومون فما بحسن اشتريها. طبعا هلا فينا بدنا نكبس. لا مو هلا هلا يلا هلا ولا انا طاير بالتكبيس لك شايفين الكاميرا بعيونكم كنتين. شوفوا عن الرياضية مالي رياضة بالفائد. شوفوا كيف ما طاير بالسرعة. انا صارت سرعتي مثل ما انتم شايفين 750. نحاول نطير فحصلوا لي هذا البوم. يلا هلا نكمل. مثل ما لكم شايفين نحن هلا بالهيك سكور تبعنا اللي هي 737 طايرين. نحن عم نجيب الاوليه والتنتين سريع كثير. عندي طالع انه انت مالك سريع هيك بطيء بس بصراحه انا طاير. لا انا عندي مبين انه طاير. انا عندي مبين انه هيك ضعيف يعني ما انه اذا انتم بتطولوا بنفس اللون ببين انه انتم بطاء. عامر لساته سرعته 139 وما عم يضل يشتري بالتاب. راح اوريكم الكاميرا من جوا اذا ركضت. يا شوف شوف انا طبعا عاملها 1000 مرة بس انتم ما شفتوها فليكم. هلا بلش يصير صعب والله يا متابعين باين كاني عم برجع لورا طبعا هلا بلش طبعا هلا بلش يصير صعب التحكم بالشخصية بالنسبة لي. بس عم يعني انا طول الوقت عم بخبط بالجدار انه مو كتير صعب بس انه يعني صعب انه صعب.
بس أنا طوّت عم بخبط الجدران وهذا الشيء عم يقلل من سرعتي. طبعاً أنا هلأ شايف الخمسة قدامي. كمل نكمل نكمل. لازم نحاول نجيب الخمسة وعشرين. بعد الخمسة وعشرين طبعاً هنين المقطع إنه بيكون صار طويل ولازم يجيبه. مشان طبعا اذا بدكم مقاطع اكثر فينا نصور لكم اذا بدكم بكره امانجاس وهي اللعبه اللي هي ريس كليكر. بس انه المهم انه يوصل مقطع عدد كبير من اللايكات عشان نعرف انه احنا انه انتم بدكم. واشتركوا بالقناه طبعا. فيلا نكمل. يلا يلا نجيب الخمسه الخمسه الخمسه. ادلع جبنا الخمسه طبعا. لا كنت كتير قريب عن ال ستة اتوقع او ما بعرف شو ما هي عشرة. حنصمد حق هاي البيضة. طبعا انا راح اضل اشتري من هاي لحتى يطلع لي ري يعني ما عم لعب ولا ري ولا حتى عم يا عم اشتري بيضات احسن لك. انا لو معي حق انك اشتريت. معك خمسة معك تسعة انت. وقت فينا استخدم ثلاث بيضات لو حاكين لي من زمان. فينا استخدم اثنين. ثلاثة. هي والله نسيانين نحن طبعا. تدلي كمان سامحونا. الناس يقولوا يا الله منكم معصبين منا. للأسف والله كنا نسيانين نحن. طبعا انا هلا طاير بالسرعة وصار سكوري قريب الالف. سكوري كمان يعني انا لو بس دريان من زمان اكيد اني فايت بالبتات. كنت هلا ممكن تصير 1200 او 1100 بس اني كنت بالبتات. حتى لو دريان من زمان انه في واحد يستخدم كثير. طب والله يا جماعه 25 كثير. ممكن هلا بنشوف اذا كثير نحاول نكمل. اذا مو كثير بنكمل على 10 فقط لانه انا برايي انه كثير 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 كثير. انا هلا عندي خمسة بنت ما عم بقدر اجيب اكثر من خمسة. يا اما سبعة يا اما خمسة. هاي خدعة على المتابعين انه اذا نطيب بتصير اسرع. وصلنا اخيرا للعشرة. حسينا نجيب العشرة. خدعة على المتابعين اللي طبعا بيعاني من هاي اللعبة. طبعا نيكو يا جماعة مثل ما هو قال اذا انتو سرعتكم كان مثلا 20,000 بصير كتير صعب توصلوا وده يطول. فبتكون تنطوا من البداية بتوصلوا كتير بسرعة. ونطوا منيح. ايه طبعا نحن هلا عم نجمع هيل. لا لا مستحيل جيب رير. عم نجمع نحن هذا البيت عشان هلا يتفاجئوا الكيل. ها هلا الكل بيقول وين جبتوا يعني سمعانيني بس ما عليكم ولا شيء. بعدين بتشوفوا. على فكره اللي ما بيعرف جودي من اي بيضات اللي عم تشتري هي من اخر بيضات. طبعا من اخر بيضات اللي انا حصلت الف. وكمان جهد باخر بيضة. خليني جهد باخر بيضة. يلا نحن هلا عم نجمع. اللي طبعا هاي اللي عم يسأل يعني من اي بيضات من اي بيضات. هي ما فيها تكون جايبة من آخر بيضات. قصدك لأنه في بيضات برو والبيضات البرو سعرهم أكتر وحدة مليون. مليون فينس. فهي بتكون قصدك أنت شاري من ألف تبع لأنه تبعت الألف إننا اللي بهي العاديين نورمال. هيك هو قصده طبعا. طبعا شايفين ليكو حوريكم. طبعا هلا بدي أفرجيكم الخط ليكم أحلى. ومثل ما قال نور الدين اللي ما بده أمام جوز يكتب لنا تحت بالكومنتات. بس حنلعب امونج اس. اول شيء كتيم انه بنحاول نطلع المجرم سوا ولو واحد منا المجرم بيحكي لنا وبنساعده. وثاني شيء بنلعب يعني هي. وثاني شيء حنلعب كعادي انه ما نحكي مع هي. طبعا يا جماعه هلا نحن بدنا نجيب ال 25. ليكو قديش انا قريب تحت. حرام بيان 3 ثواني راحت علينا ال 25. معناتها حننهي المقطع على ال 25. طبعا شفت الخط ما احلى. انا هلا حاشتري من هدول البيضات. اشتريت بحط كومون قصدي ان كومون. طبعا انا قوت اشتريت بيضة قوتها 700. خليني اشتري من هدول. يا رب يا رب يا شباب انا اشتريت بيضة قوتها 700. مين انت من اي اشتريت؟ من الثانية. من
نور الدين ربح ريل من الأولية هي تبع ال فأنا استخدمت البيضة لأبو الريسة يربح 2-2 وكان يربح 4-4 فللأسف يعني الشيء كان أحسن. نور راحت عليك كبس من كان نسيانه. عم شوف في غاطي. طبعا سرعتي القصة صارت اللي هي 1400 توصل ل50 بس للأسف فصل التصوير من سبب المساحة. فيلا يا جماعة هذا كان مقطعنا بشكل كامل. طبعا يا جماعة هذا كان مقطعنا بشكل كامل. أتمنى يكون معجبكم المقطع. اضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. كأنك حكيت ما عجبكم. لا عجبكم حكيت يلا طبعا يلا مو هذا كان مقطع بشكل يلا هرجع عيد لي وسلام.